أهلا بكم. تغيير كامل في شكل الفنانة السورية ليليا الأطرش يثير التساؤلات ومعلومات قد تجهلونها عنها. تمتلك الفنانة السورية ليليا الأطرش حسا واضحا للدعابة، وهي صاحبة وجه بشوش وابتسامة دائمة، وتحرص على زرع الإيجابية أينما وجدت. ومهما مرت من ظروف فإنها دائمة التفاؤل وتركز على الإيجابيات وتبتعد عما يحزنها، وخاصة الناس الذين ينشرون الكآبة وتعتبر أن أهلها يسعدونها أو يحزنوها، فطالما هم بخير فهي تعيش بطمأنينة وسرور. ولدت الفنانة السورية ليليا الأطرش في محافظة السويداء جنوب سوريا في يوم 18 من أغسطس عام 81، وتنتمي لأسرة فنية عريقة نشأ منها الراحلين فريد الأطرش وأسمهان. وحين كانت صغيرة كان هدفها الظهور على التلفزيون، فكانت تشارك في الإعلانات وتغني فيها، لكن لم تكن تكفيها تلك الدقائق وكانت تغار ممن يطلون على الشاشة لوقت أطول. ودرست الفنانة السورية ليليا الأطرش الصحافة والإعلام في جامعة دمشق، ولم تدرس التمثيل لأنها كانت قد بدأت تحصل على عروض تمثيلية. ولو دخلت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية لاضطرت على التوقف عن العمل، لأن قانون المعهد يمنع الطالب من التمثيل حتى يتخرج. والفنانة السورية ليليا الأطرش ودائما تتواصل مع جمهورها بدون غرور ولا تكبر، مما جعل لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، وأصبحت من أكثر النجمات الشابات شهرة في سوريا. واشتهرت الفنانة ليليا الأطرش بدور لطفية في المسلسل الشهير باب الحارة، ولكنها ما لبثت أن انسحبت منه منذ الجزء الثامن من المسلسل. ونشرت الفنانة ليليا الأطرش صور لها برفقة والدها نشأة إبراهيم الأطرش، حيث تعتبره مثلها الأعلى في الحياة، وأيضا لها شقيقة واحدة وتشبهها كثيرا وهي لانا. وهذه هي الفنانة ليليا الأطرش مع والدها. وأيضا الفنانة ليليا الأطرش مع شقيقتها الوحيدة لانا. وصدمت الفنانة السورية ليليا الأطرش متابعيها بإطلالة جديدة لم يعتادوها أبدا، وجاء هذا بعدما نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام صورا التقطت لها خلال جلسة تصوير حديثة. وبدت الممثلة بنحافة لافتة وبملامح وجه مختلفة، وعلقت على إحدى الصور العين تقول أكثر مما يمكن الكلمات فعله. وتناقل الصور على أثر هذا عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق، حيث أثار مظهر الفنانة دهشة الكثيرين. وأثنى بعض المتابعين على جمالها، وتساءل آخرون عن سبب نحافتها، فيما أشار فريق ثالث إلى أنه لم يتم التعرف إليها من النظرة الأولى. ويشار إلى أن الفنانة ليليا الأطرش كثيرا ما تحدث ضجة بإطلالاتها التي يرى بعض رواد المواقع أنها جريئة، وقد تعرضت لانتقاد شديد بسبب ذلك في وقت سابق. وظهرت على الفنانة ليليا الأطرش علامات تدل على أنها خضعت لعمليات تجميل لوجهها،
فردت بفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبرر حقيقة خضوعها لعمليات التجميل والعوامل المؤثرة في تبديل ملامحها أحيانا. وبررت هذه الإشاعات بأنها قد تكون نتيجة زاوية التصوير أو بسبب الإضاءة المسلطة عليها أو طريقة وضعها للمكياج. كما لفتت الانتباه إلى أن اكتسابها أو خسارتها للوزن يغير من ملامح وجهها، مضيفة أن عدم ارتياحها النفسي قد ينعكس سلبا على وجهها أيضا. وتفضل الفنانة ليليا الأطرش تغيير لوكاتها وإطلالاتها على الدوام، واعتمدت بالفترة الأخيرة على الشعر الأشقر بعدما اشتهرت بشعرها الأسود في مختلف مسلسلاتها. وظهرت مرة واحدة كموديل في كليب الفنان اللبناني سعد رمضان ضد النسيان، وهي لا تحب الرياضة كثيرا، وإن قررت ممارستها فإنها تمارس رياضة المشي. ولم تخض الفنانة ليلى الأطرش حتى الآن تجربة الزواج، لكن اسمها ارتبط بالعديد من شائعات الزواج بفنانين سوريين وعرب أمثال قصي خولي وسعد رمضان. وبهذا الشأن قالت في أحد لقاءاتها: لا يوجد أي أنثى لا يهمها تأسيس عائلة، لكن هناك بعض الظروف التي تفرض نفسها رغم أن الإنسان يتمنى الارتباط. وتابعت أيضا: كل فرد منا في آخر المطاف ليس لديه إلا عائلته وأهله والناس الذين يحبونه بصدق دون أي غاية. وأشارت ليلى الأطرش إلى أن الزواج نصيب لا تسعى إليه، وعندما يحين الوقت سوف ترحب بالفكرة. وانطلقت الفنانة ليلى الأطرش في أولى تجاربها عبر مسلسل مرايا الشهير عام 95، ثم لمع اسمها في الكثير من الأدوار وشاركت فيما يقارب 75 مسلسلا. وقد بدأت رحلتها الفنية في سلسلة مرايا مع الفنان ياسر العظمة، وبرزت بعد ذلك في العديد من الأدوار منها مسلسل أشواك ناعمة. وعملت مع معظم المخرجين السوريين المتميزين أمثال بسام الملا وباسل الخطيب وحاتم علي وعدنان إبراهيم وعارف الطويل وغيرهم. وأدت شخصية المرأة الدمشقية العتيقة في حارة شعبية وزوجة للممثل عباس النوري، وذلك في مسلسل رجاها، ولذلك حاولت ألا يتشابه دورها مع الممثلة السورية كاريس بشار في مسلسل ليالي الصالحية، لأن العملان قصتهم تدور حول البيئة الشامية القديمة. ومن المسلسلات التي شاركت بها حي المزار ومسلسل مرايا ومسلسل نساء صغيرات ومسلسل ديقار ومسلسل مذكرات عائلية. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.